شكرا استاذ الفضيله. اعزائي الحضور السلام عليكم. اود في البدء ان اشكر المقدمين على الدعوه للمشاركه في هذه النظره القيمه حول موضوع اصبح يشكل في السنوات الاخيره محط اهتمام معظم الفعاليات الدوليه والوطنيه الحكوميه والغير الحكوميه التي تهتم بحمايه وتحسين حقوق الانسان. ايضا سعيد بتواجدي مع الاساتذه الافاضل في هذا الملتقى الفكري لملامسه القضايا التي من شانها حمايه حقوق الانسان وحمايه الكرامه الانسانيه والرقي بها، خاصه في زمن اصبح منسوب الوعي لتكريس حقوق الانسان في تزايد مستمر وازدياد سرعه توحد المشاعر الانسانيه في امتعاض الافعال التي تنتهك القيم الانسانيه في زمن اصبح فيه اذاعه الاحداث التي تمس بالكرامه الانسانيه لا يتطلب الا هاتف محمول ووصول للانترنت وانزال احدى التطبيقات للتواصل الاجتماعي. الان نحن في ثوره رقميه، اي حدث حدث يصير انتهاك حقوق الانسان الا واكيد انه سوف ينتشر انتشار النار في الهشيم. لهذا أثناء تهيئي لهذه المحاضرة انتبهني واحد مثال ياباني يقول هذا المثال: إن التفكير الذي لا يتبعه تصرف لا يؤدي إلى شيء، لكن تصرف بدون تفكير يؤدي إلى كارثة، التصرف بدون تفكير يؤدي إلى كارثة. ولعل هذا المثل ينطبق على مجال حقوق الإنسان. السلطة العامة عندما تتدخل من اجل فرض النظام العام دون التفكير في حقوق الانسان قد يؤدي هذا الامر الى الكارثه. والفرد عندما يقدم على ممارسه الحريه دون التفكير في مجال العيش المشترك قد يؤدي بحريته حريه الاخرين، وبالتالي يصبح متجاوز للنظام العام. لهذا فمجال اعمال حقوق الانسان يحتاج الى اعمال الفكر. الإشكالات العميقة لحقوق الإنسان لا تقف فحسب عند المسألة الإجرائية وتنقضي بإعمال نصوص تشريعية ومقتضيات تشريعية. فمثلا النقاش الآني للحسم في موضوع عقوبة الإعدام من الإبقاء عليها أو لإلغائها لا يكفي فيه إلغاء النص التشريعي أو الإبقاء عليه بقدر ما يحتاج إلى توافق المجتمعات في هذا الأمر. هذا ما يدفعنا للقول أن إعمال حقوق الإنسان يتعدى الإشكال الإجرائي والتشريعي إلى إشكالات أعمق، لذلك تفردها الطبيعة المعقدة لموضوع حقوق الإنسان ولتظهر في جمعه ما بين المتناقضات. والوقوف عند هذه الإشكالات يحتاج إلى توضيح هذه التناقضات. أول هذه التناقضات أن حقوق الإنسان ترتبط بوجود الإنسان كفرد من جهة، فهي تنشأ بنشأته وتنقضي بانقضائه كفرد، وفي المقابل ترتبط أيضا به ككائن اجتماعي يعيش في المجتمع، ومن ثم لا يستقيم الكلام عن تمتع الفرد بحقوق بمحزن عن علاقته مع غيره في أفراد المجتمع وعن الدولة التي تحكمه. التناقض الثاني: موضوع حقوق الإنسان موضوع قديم جديد متجدد، قديم لكونه يحمل قيم حقوق الإنسان مستمدة عبر التراكمات التاريخية منذ الأزمنة الغابرة، الحضارات اليونانية، الحضارات الإسلامية، الحضارات الصينية، الحضارات كلها أفرزت قيم أصبحت الآن قيم ثابتة على مستوى حقوق الإنسان. وجديد كون مواضيعه متجددة في المستقبل، فما كان حق مقدس في الماضي قد يصبح حقا نسبي في المستقبل. مثلا الحق في الحياة هو حق قديم متأصل ومتجدد منذ الأزل، لكن أصبح الآن يتعارض مع مطالب حقوق جديدة، حقوق مثلا حق الموت الرحيم، الإشهار، كلها حقوق أصبحت تزاحم حق الحق في الحياة. التناقض الثالث أيضا المحاولة لوضع تعريف
شامل جامع مانع لحقوق الإنسان يواجه حالة من الغموض. كافة تعريفات دائما تواجه حالة من الغموض لتعريف حقوق الإنسان والإبهام. ومرد ذلك أنه من المفاهيم المتطورة مع الزمن، فيختلف الناس في تحديد دلالاتهم حسب زمانهم ومذاهبهم العقائدية والسياسية. التنظر الرابع، حقوق الإنسان تأتي في مرتبتين، إعمال حقوق الإنسان وتحقيق النظام العام. دائما حقوق الإنسان كتجي في مرتبة ديال إعمال حقوق الإنسان وتحقيق النظام العام. فكلما انحازت السلطة إلى تحقيق النظام العام كلما ازدادت وسائلها الضغطية، وكلما انحازت إلى إعمال حقوق الإنسان كلما هذا الأمر أدى إلى تأثير على الحفاظ أو أثر على أو يؤدي إلى تأثير على الحفاظ على النظام العام. هذه التناقضات هي ما تجعل المواضيع الإشكالية لحقوق الإنسان تحشر من بين المواضيع الشائكة والساخنة في الحوار وتحتاج إلى تبصر وتفكر. إن الكشف عن الإشكالات الحقيقية في موضوع حقوق الإنسان يحتاج إلى تجاوز المقاربات التقليدية المرتكزة على النوع والقائم على طرح أسئلة لا تخرج عن نطاق الأسئلة المتعلقة بمدى مواكبة الدول لكافة أنواع حقوق الإنسان والضمانات الحقوقية، ولا تصل إلى الأسئلة العميقة التي تلامس كيف تطويع هذه الحقوق مع خصوصيات المجتمعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. فالإشكالات الحقيقية الآن التي أصبحت تواجه موضوع حقوق الإنسان تتجاوز الأسئلة المرتبطة بالنوع، أنواع حقوق الإنسان، أنواع ضمانات حقوق الإنسان، وتطرح أسئلة أعمق تتعلق بكيف تصبح حقوق قابلة للتنزيل ومحط توافق وتعكس إرادة مكونات المجتمع. فمبادئ حقوق الإنسان كمشتل لمختلف أنواع مدور الوضع تحتاج إلى تهيئة بيئة مناسبة لكي تنمو وتصبح. والمغرب بدوره ليس في من أعلى الإشكالات الكبرى التي يطرحها موضوع حقوق الإنسان، وإن كان قطع أشواطا كبيرة في الإجابة عن مجموعة من الأسئلة النوعية، سواء تعلق الأمر بعلاقته بأنواع المؤسسات الضامنة لحقوق الإنسان عبر انخراطه بمجلس العالمي لحقوق الإنسان، انخراطه بآلية استعراض الدوري الشامل، الآن رأينا استعراض الدور 46 للمغرب لوضع حقوق المغرب، إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاضع لمبادئ باريس، هيئة الإنصاف والمصالحة، القضاء الدستوري، القضاء الإداري، هيئة مؤسسة الوسط، وغيرها من المؤسسات الضامنة لحقوق الإنسان التي تعبر عن أنواع المؤسسات الضامنة لحقوق الإنسان أو تلك المتعلقة بعلاقته بأنواع الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان عبر انضمام الاتفاقيات العامة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين، الاتفاقيات الخاصة كاتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا اتفاقيات موضوعاتية كاتفاقية دولية لقضاء على جميع أشكال التمييز، اتفاقية دولية لمناضلة التعذيب، اتفاقية دولية لحماية الأشخاص من الاختباء القسري. لكن ورغم هذه المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان إلا أنه يقع في الكثير من الأحيان أمام رهان الإجابة عن بعض الأسئلة المعقدة التي تطفو على السطح من حين إلى آخر وتكشف عن جوانب قصور حقوق الإنسان في المغرب، مما يقتضي معه التفكير في تجديد وإعادة النظر في الكيفية التي نقارن بها الإشكالات الرأي التي يطرحها موضوع حقوق الإنسان. الآن هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة. سؤال التنمية لمجموعة من المناطق المغربية آخرها منطقة فنيدق، سؤال إعمال حقوق الإنسان في زمن الأزمات، فوباء كورونا كشف عن العديد من الاختلالات الناتجة عن تضرر مجموعة من الحقوق جراء الحظر الصحي، حق التعليم، حق التشغيل، حق الصحة، أيضا سؤال ممارسة الحريات والقانون الجنائي الجد الذي يثيره الفصل 490 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة الفساد، الفصل 222 المتعلق بالإفطار العلني، الجدل حول الإبقاء أو إلغاء على عقوبة الإعدام. هذه النماذج النفسية تعكس عمق واقع والإنسان المغربي، والإجابة عنها لا يكفيها إحداث تشريع أو إلغاء تشريع قانوني أو إلغاء فصل قانوني، بل تتعدى
بل تتعدى إلى أمر أبعد من ذلك، وهو التجديد في مقاربة موضوع حقوق الإنسان بالشكل الذي يستجيب للتغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي من جهة، وجعل مختلف أنواع الحقوق قابلة للتنسيق ومحط توافق وتعكس إرادة مكونات المجتمع من جهة ثانية. حل هذه المعادلة الصعبة يمر عبر ثلاث مرتكزات أساسية في السياسات العمومية المغربية. المرتكز الأول إدراج الحقوق الجماعية في السياسات العمومية. فالحديث عن الحقوق غالبا ما يكون المخاطب به هو الفرد. حقوق الإنسان ما تشكل الليبرالي أنك تخاطب دائما حقوق الفرد. وكنا نعتقد في وقت قريب أن حقوق الإنسان هي حقوق فردية، لكن الإشكالات الحديثة التي أصبحت تطرح الآن أفرزت نمط جديد من الحقوق المتعلق بحقوق الجماعات، كحق في التنمية والسلامة، حق في بيئة نظيفة وسليمة، حق الأقلية في هوية. مثلا السياسات العمومية في المغرب في مجال إعمال حق التنمية كانت تقوم على أساس اعتباره حق فردي، تتعامل مع التنمية على أساس أنها تنعكس على الفرد والمستهدف فيها هو الفرد. السياسة اللي كانت نعاش الاقتصاد وهذه كانت دائما تركز على الفرد أنه يكون حصل على التنمية عبر توفير فرص التشغيل وتحسين من ظروف العيش، وكانت تغفل استدامة هذا الحق في حال انقضاء فرص التنمية للأجيال الحالية والأجيال القادمة. مثلا أعطي مثال تفهموا هذه النقطة، مثلا الصيد البحري أو لا استعمال الموارد المائية. الصيد البحري مثلا كترخص من المناطق الساحلية، كتعمل مجموعة من الإجراءات باش كترخص السكان الذين أنهم يزاولوا أنشطة اقتصادية على مستوى الأنشطة البحرية. ولكن هي قاعدة اقتصادية أن الموارد دائما تكون في انحدار والعمل الإنساني يكون دائما في تصاعد، لهذا فتكون الموارد الطبيعية دائما في توجه انحدار، بمعنى أن عدم عقلنة استثمار الموارد بشكل جيد سوف يؤدي لإضرار حقوق أجيال المستقبلية، بمعنى أن استعمال الموارد الاقتصادية بشكل لا يؤدي إلى احترام حقوق الأجيال المستقبلية في هذه الموارد، وتم استعمالها في الوقت الحاضر بشكل لا يراعي حقوق الجماعة المستقبلية سوف يؤدي إلى كارثة بالنسبة للأجيال القادمة. المرتكز الثاني إعمال مبدأ تكامل الحقوق. إن الغاية الأسمى لإعمال الحقوق هي تحقيق الكرامة الإنسانية. إعمال الحقوق دائما القاعدة الأساسية في حقوق الإنسان، إعمال أي حق من الحقوق خاصة يؤدي النتيجة إلى حفظ كرامة الإنسان. وإعمال أي حق من الحقوق يجب أن لا يتعارض مع هذه الغاية الأسمى. إعمال أي حق من الحقوق خاصة يتعارض مع الغاية لحفظ كرامة الإنسان. فالحقوق متساوية من حيث القيمة ولا وجود للتفضيل بين هذه الحقوق، ما كاينش تفضيل ما بين حق ودون حق آخر. فانتهاك حق من الحقوق تحت ذريعة حماية حق آخر فإنه لا محالة سيؤدي إلى المس بالكرامة الإنسانية. نحمي حق ونمس بحق آخر الأمر هذا سيؤدي إلى لا كرامة إنسانية. فالأصل الحقوق أنها غير قابلة للتجسيد، متكاملة ومتعارضة فيما بينها، يخدم بعضها البعض. هذا الأمر ظهر بشكل جلي جراء الآثار التي خلفتها أزمة كورونا على حقوق الإنسان. وإن كانت مختلف الدول عملت على فرض حجر صحي لحماية حق الحياة، إلا أن هذا الأمر كان له انعكاس سلبي على مجموعة من الحقوق، خاصة لدى الدول التي لم تتخذ الإجراءات الكافية لتعزيز حماية الحق حقوق المتضررة. حماية حق الحجر الصحي حمالنا واحد حق أساسي وحق أصلي وحق الحياة، ولكن أضر بمجموعة من الحقوق الموازية لهذا الحق. ومن أبرز الحقوق التي تضررت جراء الحجر الصحي حق التعليم. فحماية الحق في الحياة لا يجب أن يتعارض مع الحق في التعليم. وإعمال حق التعليم يأتي عبر تعضيده بحقوق أخرى، حق التمكين من الإنترنت ووسائل التواصل، والحق في الصحة فيما يتعلق بتوفير وسائل الوقاية، فيما يتعلق في توفير الفاكسيناسيون، فيما يتعلق في توفير اللقاح، إلى غير ذلك من الأمور، حتى يتسنى إعمال هذا الحق بشقيه الحضوري وعن بعد.
المثلث الثالث والاخير، فتح ورش لتعاقد جديد حول مفهوم النظام العام. الان المغرب في الاونه الاخيره يعرف نقاشات محتدمه حول ممارسه الحريه الفرديه واصطدامها بمفهوم حمايه النظام العام. هذا الامر يدعو الى فتح نقاش حقيقي يعكس اراده المجتمع المغربي حول تحديد الافعال والسلوكيات الفرديه التي تمس بالعيش المشترك، والتي من خلالها يتحدد النظام العام حتى تبنى سياسه جنائيه بشكل تحترم فيه الحريه الفرديه بشكل متوافق عليه. الان كاين مجموعه من النقاشات حول مجموعه من القوانين، ولكن النقاشات دائما تصطدم بمفهوم النظام العام، بمعنى مفهوم النظام العام الفصل المتعلق بالحريه الفرديه، الاطار العلني، عقوبة العدم، هذه كلها فصول اللي مرتبطه بحفاظ النظام العام. ولكن مفهومنا شنو هو النظام العام الان بين جديد حول احداث فكر، احداث تعاقد جديد، دعوه الى نقاش لفتح مفهوم النظام العام. فين كيوقف الحريه الفرديه وفين كيبدا النظام العام؟ يلاحظ الان احنا مطالبين بتحديد تعاقد جديد اين تقف فيه الحريه الفرديه لتبدا حريه النظام العام حتى نؤسس لسياسه جنائيه من شأنها ان تقوم بالتوازن بين الحريات الفرديه متعاقد عليها مجتمعاتيا وسياسه جنائيه تستجيب لتطلبات فرض حفاظ النظام العام بشكل يحقق السلم والامن وسط المجتمع. اقول بهذا اقتصر على هذه الافكار واترك المجال للزميل.